لكم ايه احلى كيكه برتقال ببيضتين بس، حاجه كده بجد اخر سلطنه. صلوا على النبي وتعالوا بقى نشوف الطعم عامل ازاي. وهنا حطينا السمنه، هنحط بقى مج السكر اهو، هنحط قده مجين دقيق. اول حاجه بسم الله نضرب السمنه والسكر، ودول حوالي معلقتين سمنه كبار. اضربي اضربي، ممكن من مضرب الكهربي وممكن من مضرب العادي او تضربيه في الخلاط، وافضلي اضربي لحد ما تكون زي القشطه كده. وهنا شايفين السمنه مع السكر بقت ناعمه كده، بقت زي القشطه. تفضلي تضربي لحد ما توصل لكده. A few moments later. جمال اهو كده السمنه والسكر ناعمه خالص، شايفين بقت زبده ازاي. دول بيضتين عليهم رشه فانيليا، هنحطهم على السكر والزبده ونخلطهم جامد مع بعض اهو. شايفين الجمال، لسه بقى نضربهم مع بعض. اضربي اضربي اضربي. A few moments later. بعد ما ضربنا البيض مع السكر والسمنه والفانيليا، شايفين بقى نعمل زيه جميل. دي اول كوبايه، هنحط كوبايتين وهتبقى احلى كيكه برتقال في الجو الساقع اللي احنا. والكوبايه الثانيه وهنا هنحط البيكنج باودر على الدقيق والخليط بتاع الكيك، وبعد كده هنحط معلقه بشر برتقال. هنا هنبتدي ننزل كوبايه عصير البرتقال ونضرب، ننزل حبه حبه، كل ما الخليط يحتاج عصير عشان يتقلب، عشان تتقلب خليط الكيكه تحطي تاني. حطينا اهو، وتفضلي تقلبي بقى لحد ما الدقيق يدخل في الخليط. شايفين الجمال؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه بجد. وهنا لو عندك معلقه جوز هند حطي، لو ما عندكيش مش مهم، بس بتدي للكيكه طعم احلى. قلبي قلبي قلبي، تفضلي بقى تقلبي لحد ما الجوز الهند يدخل في الخليط. زي ما قلت لك، لو انت مش عايزه تحطي جوز هند ما تحطيش، بس هي بتدي طعم احلى. اضربي اضربي اضربي، افضلي اضربي كده. انا لو قلت اني عندي كيف خلطات عشان ايه الخليط كان هنا كتير، فكنت عايزه اخففه شويه. A few moments later. هنجيب الصينيه اللي احنا هنحط فيها الكيكه، هنحط فيها قليل من الزيت وهنحط شويه دقيق عشان الكيكه ما تلزقش في الصينيه. ننزل الدقيق مع حبه الزيت اللي انا حطيتهم في الصينيه اللي هحط فيها الكيكه، عشان الكيكه زي ما قلت لكم ما تلزقش، وموجوده في النصايح اللي انا قلتها لكم قبل كده. افرد الدقيق في الجوانب، وحطيت بردك الزيت في الجوانب علشان الكيكه ما تلزقش. عايزين تحطوا سمنه بدل الزيت؟ ماشي. هنا هنصب الكيكه اللي احنا عملناها في الصينيه، شايفين الجمال ما شاء الله. نزلي نزلي نزلي. وهنا نزلت اهو، بنزل لسه الكيكه، شايفين الجمال.
كده عشان تطلع كلها متساوية. شايفين ان كده متساوية ازاي وجميلة. وهنشغل الفرن قبل ما نحط الكيكة قبلها بربع ساعة. حطوها في الفرن نص ساعة ومتفتحيش عليها عشان ما تهبطش. تركوا تاني بعد ما تتعمل. ترجي الصينية كده علشان ايه تطلع كلها متساوية. هنا بعد ما طلعت الكيكة من الفرن شايفين الجمال، حاجة كده اخر سلطنة حلوة قوي. شايفين الجمال حلوة قوي وطرية وهشة وجميلة. احلى كيكة برتقال دي ولا ايه؟ بجد اخر سلطنة. هنسيبها تبرد شوية وبعد كده اقطعها واوريها لكم بعد ما اقطعها. تبرد بس شوية عشان ما تتكسرش وانا بقطعها.